تصافح الإمارات بيد، تدعم الاحتلال بيد أخرى. في ديار العرب لا محل من الإعراب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ، ولا مكان للرأي الآخر في حضرة فلسطين ومحرقة غزة، أو هكذا كان يفترض. لكن الإمارات ضلت سبيل القضية وأهدرت ماء الوجه حتى آخر قطرة. في قمة المناخ كان السقوط مدوياً، انحدار إلى الدرك الأسفل، مصافحة حارة تجاوزت احتباساً حرارياً يهدد العالم، وأحدثت ثقوباً في غلاف الضمائر، وتسببت بتلوث إنساني وأخلاقي يفوق بآثاره تلوث البيئة. من التطبيع إلى المشاركة في تصفية القضية انتقلت إمارة آل نهيان، فأيدت منكر الاحتلال ونهت عن المقاومة، واصفة عملية 7 أكتوبر بالبربرية. بينما نكرر أن الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر هي هجمات بربرية وشنيعة، ونطالبها بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الرهائن. لم تقف الإمارات عند حد التصريحات الداعمة لحليفتها الاستراتيجية، إنما أبدت استعدادها لتمويل العمليات العسكرية للقضاء على حركة حماس، والكلام هنا للكاتب الأمريكي ويليام ويشلر. كذلك أعلنت دعمها خطة تهجير سكان غزة بحسب موقع أكسيوس الأمريكي. السخاء الإماراتي لا يقتصر على التمويل العسكري. وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تقديم أبوظبي تبرعات مالية سخية لسكان مستوطنات غلاف غزة كتعويض لهم. جرف طوفان الأقصى آخر الأقنعة عن وجه أبوظبي. موقع روترنت الإسرائيلي كشف عن توقيع اتفاقية بين الإمارات وإسرائيل في ظل العدوان لتشغيل جسر بري بين ميناءي حيفا ودبي بعد تهديد اليمن بإغلاق ممرات الملاحة أمام السفن الإسرائيلية واحتجاز إحداها واستهداف 2 منها لوقف العدوان على غزة. الإمارات تشارك في قتل غزة وتمشي في جنازة أهلها، تفتح قاعدة ظفر للطائرات الأمريكية والغربية الداعمة لإسرائيل، ثم ترسل سلال الإغاثة إلى القطاع تحت ستار العطاء ربما لأغراض تخدم الاحتلال. وتلك فضيحة كانت عام 2014 للهلال الأحمر الإماراتي، أي قبل إشهار التطبيع بين الإمارة والكيان. بعد طوفان الأقصى بلغ التواطؤ الإماراتي أقصاه، ومهما حاولت أبوظبي أن تحصي مساعدات تستعرضها أمام الكاميرات، ففي ميزان الحق الفلسطيني لا يستوي المقاوم والمطبع، ولا يستوي المصافح والقابض على جمر القضية، ولا تغسل الإغاثات عار الخيانة، فدماء أطفال غزة ستبقى عالقة تحت أظافر المطبعين.